انا سميتي حفيظه، عندي 32 عام، كنعاني من واحد المرض ملي كان عندي عام، جاني في رجليا ما كيبراش ليا، كنعس من 89 وكتنعس بيا ماما في السبيطار. من 2005 ما بقاش رجعت بطل حيت ماما مرضات بالسرطان، ما بقى حيدت البذره، ما بقاش تقدر دير حتى شي حاجه، تقدر تهزني ولا حتى شي حاجه. من دابا مات تشادي عام، وجلست مع بنت خالتي مقابلاني وصافي. دابا انا راه قالوا لي الناس عيطي تمشي باش الناس يمشي يتعاونوا معك ويجيبوا شريولك الدواء ولا يعاونوك ولا شي حاجه. كانوا التحاليل ديالي كيمشيو حتى لبرا، قالوا لي هذا المرض هذا راه ما كيتعالج، ما صافي عاد بقات تشرب الدواء ديالها حتى تموت. هذا المرض ما عندك. في 2015 نعست عندهم تما 3 شهور، ملي خدمت صافي رجليا كيكرطوا لي رجلي، صافي تيشوفوا رجليا السلخات بهذاك الشيء، ما كيبقى عندها حتى شي بلاصه فين كاينه اللحم، تقول لها كيسير دي بنتك، بنتك راه تموت، تبقى تجيبها لنا للسبيطار تموت لينا هنايا. صافي كتجيبني ماما مسكينه كتقول لي صافي هذاك الشيء اللي دار الله اللي كاينه، ما عرفنا الاعمار بيد الله. كتجيبني مسكينه الدار، ما تخلي اعشاب، ما تخلي اطباء، ما تخلي فقيه، اللي قالوا لها مسكينه الدور بيا في السبيطارات، ملي قالوا لها شي عند الاعشاب تيتكوي ليا، قالوا لها فقيه مسكينه فيها كونسير تيتكوي ليا الرجليا. من نهار مات عاد حسيت بالمرض، ما كنتش كنحس بالمرض، ما كنتش كنحس حتى بشي حاجه. كان واخا تقول لي راك عتموت، تقول لي موت انت، راه انا ملموت في يدي وموت في يد الله. وكتصبر معايا كتقول لي ان شاء الله عتبراي، وغادي نديك حتى لعندهم وغنقول لهم ها هي بنتي اللي قلتوا لي عتموت لي، ها هي صحات. انا ماما راه ماشي حق، واخا ماما ماشي حقيقي يا عم، ربي يعني رباتني ملي كانت عندي 3 ايام، مي هي اللي كانت كتاكل عليا داك الشيء ودارت له شي جاني في رجليا. انا كنحمد الله اللي ما جانيش في وجهي، الحمد لله. تيقول لي ماما ربي راه كبير، ملي جاك عا في رجلك بعدا مخبيه داك الشيء، الحمد لله وشكرا. قريت كامل حتى التاسع حتى السابع، قراتني ماما كانت كديني على ظهرها، كديني حتى للطبيب، كتجيبني من طوبت كتلحقني للمدرسه، تقرا لي بنيتي واخا تقراي لي غير بريه، واخا تقراي لي غير شي حاجه تقرايها لي. صافي مني كنت شي تخدم مسكينه في الديور، تخدم في المنجش، تخدم اي حاجه. صافي ربي مني بغات تنتم وتزوجات واحد الراجل، ولدت معاه جوج وليدات، وصافي ما بقى عندها مسكينه لا صحه لا والو. الراجل سمح فيها، سمح مني مرضت بالسرطان، سمح فيها ولا حليها ولادها. صافي وتنا بقات مقابله مسكينه، والفقصه والعذاب والقهره. وكتقول لك يا بنيتي كون صحاب لي بحال هكا كما نزيد ولاد اخرين نعذبهم معايا حتى هما. ودابا يا الدري دابا مني مات تمو تبلا وخرج على حياته، وما بقى كيف كان. خوالي ما حتى واحد ما كيحن، حتى واحد ما كيطل، حتى لقينا الناس اللي تفرضوا معانا والله ما حتى واحد، ما خوته ما جاب لها اخو بذات اخو. بنت خالتي جالسه معاه وكل نهار كتقول لي ديري فيديو وسيري تهناه، سيري ديري فيديو وسيري تشوفي لك فين تسكني وشوفي فين. من 89 من 89 32 عام، قد عمري قد المرض ديالي يعني. انا دابا ما نقدرش نتمشى، كنتعمل على ركابيه، وماني كنمشي معني ومنك تبقى صغيره تنتمشي على ركابيه، ما نقدرش نتحرك ضروري انا من ركابيه وما رجلي. هي خالتي فهمت، قالت لها خليها رافعة تمشي. بنت خالتي قالت لها انا نهار عم بغي نجي ما كايناش هنا في المغرب، قالت لها نهار نبغي نجي خاطني نشوف كيفاش ندير، ما نقوليش انت جايبه ولادي وانت جالسه. هي البنت كانت تثبت الليل كامل تتغوت برجليها، كتبات الدود تيخرج، ما نقدرش انا نجيب راجلي ونجيب ولادي نشوف هكا كاين دواء خرج ليا في التحليل، داروا ليا وهذاك راه هو اللي كنشرب. منهم كيجمعوا ليا الناس حكايا كيعاود نشريها حيت غالي، 4000 ريال كدير ليا يومين، ما كتقضي ليا حتى حاجه، كتحيد ليا الدود شويه ما كيبقاش يخرج. رجائي فيهم غير يكون يحنوا عليا، غير يجيبوا شي يكونوا معايا، غير يقلبوا ليا على شي واحد يشي يعاوني بالدواء. يبقى ديما انا بغيت غير الدواء، انا بغيت غنكافح هذا المرض هذا حتى تكتب ليا الله ودي يديني لعندو. انا بغيت غير الدواء، بغيت شي كروسه تكون هذيك اللي كتمشي، حيت ما تنقدرش ندفع دايره كسيده مكتبه صغيره، بغيت هذيك الكروسه اللي كيوركوا عليها بطونه. دابا لما ما جابت ليش بنت خالتي ولا خالتي الخبز ولا ما جابوش ليا، الناس نبقى غير باركه كنتسنى الامر ديال الله سبحانه وتعالى. مازال كانت ماما مسكينه كتدبر ليا، كتب يا بنيتي حتى حاجه ما تخافي منها، جيب ليا الدواء، جيب ليا مانطا، جيب ليا تغطي ليا برجليا حتى رجليا كيسيلون. دابا هاد الارض كل خطره كل خطره كنمسحها، ما كنخاف تجي بنت خالتي وتشوف الارض فيها الماء ديال رجليا. تنقي ما تنعرف ما ندير، تنقول لهم كنبقى نبكي، تنقول لهم مهمتي فين كنتي انت، كنت سكنت انا وياك على البيت نكريه وما نقمم حتى شي حاجه. عمري ما قنت من رحمه الله، اللي كانت عندي اي حاجه كنت نقول ماما معايا صافي حتى حاجه ما يهمني. هذا المرض ديال الله، ربي بغى يشوفني بحال هكا في الدنيا، انا راضيه بي، كبرت بهذا المرض يعني حتى حاجه ما قنطاني. اما دابا عاد حسيت بالمرض وحسيت بالاعاقه ديال بصح، لان امي كانت حاضناني بزاف. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي.
ما تنسوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.